كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، للذين يحبون الله، اللي قال عنهم من شوية الروح نفسه يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. هي دي مشكلتنا، وفي نفس الوقت هي دي تعزيتنا. يعني إحنا بنضطهد بسبب إن إحنا أولاد الله، بنضطهد من الشيطان مش بس من الناس. الناس دول بيقومهم الشيطان ضدنا، لو معرفش يقوم فينا غرايزنا وأفكارنا، لو معرفش يجيب لنا أفكار من بره، لو معرفش يهد عزيمتنا ويحبطنا ويضعف قدرتنا على الاحتمال، لو معرفش يعمل ده يهيج علينا الاضطهاد بقى من بره، ولاه وحكام وأباطرة وغيره، زي ما شفتوا تاريخ الاستشهاد في تاريخ كنيستنا. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، الذين هم مدعوون حسب قصده، الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. شايفين؟ مش جايين عشان نتبهدل ونتألم ونتعب، لا. الذين سبق فعرفهم، سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه، ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. والذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. حتى لو الشيطان بيلطش فيهم، حتى لو هم بيجوا في وقته ويبصوا يلاقوا كل حاجة ملطشة فيضعفوا، حتى لو الشيطان بيوريهم الدنيا سودة خالص فما بيعرفوش يشوفوا رؤية أوسع أو أبعد، اللي هي المجد والراحة والحياة الأبدية، حتى لو ده بيحصل، لكن الحقيقة أهي. مش معنى إن إحنا مش شايفينها أو مش فاهمينها إن هي مش موجودة، لا، ده يثبت جهلنا ونقصنا وعجزنا، لكن الحقيقة أهي أهي. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ ضيقات كتيرة وماله، بس إذا كان الله معنا من علينا بقى؟ مين هيقدر علينا إذا كان الله معنا؟ مرض هيقدر علينا؟ إيه؟ هتشوفوا دلوقتي هو بيقول بقى. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ أنت خايف من إيه ولا قلقان من إيه؟ ده الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا جميعا، طب مش هيدينا معاه كل حاجة إزاي؟ فإيه شوية الضيق ولا التعب مهما كانوا شداد عليك؟ إيه هم قصاد الأمجاد بتاعة السماء؟ من سيشتكي على مختار الله؟ مين اللي هيقف قصادك ويقول ده عمل وسوى؟ مفيش حد، أنت ابن الله وروح الله فيك. الله هو الذي يبرر. يعني كان في شكوى ضدنا من إبليس، ربنا بيبررنا، ما احنا عايشين حياة بنجاهد، بنتعب، بنصوم، بنصلي، بنعترف، بنتناول، عايشين حياة مقدسة. هيجي يشتكي علينا بإيه؟ الله هو الذي يبرر.